producers يعني ما مش انا اللي حروح اكلمهم والله يا جماعه تعالوا نشتغل كولابز ولا هذه الاشياء لازم يكون فيها شركات انتاج او بروديوسرز على مستوى ثقيل جدا تو فند سيتش كولابز وذي انفست ان مي لانه هم الثانيين اكيد اسماء معروفه على مستوى كبير وعالمي بس بلقيس براند uh, uh, عنده بوتنشل كبير عالميا محتاج الى انه يؤخذ بعين الاعتبار حتى يصدر لبرا وانا حابه جدا لانه احنا ما عندنا نماذج عربيه تصدرت لبرا بهذا لا. الشكل وحابه جدا اي ثينك اي هاف بوتنشل عندي اللغه عندي القد عندي الاكسنتس اذا اذا تبغى اي دو هاف بوتنشل اي ثينك اي اي كان دو ات يس ليش لا بالعكس

فيا تتقبلوا ال يمكن هذه نقاط قوتك هذه قوتك الجنوب. لانه أي. انت <applause> انا متقلبه انا أي. انا مجموعه اشياء انا مجموعه من الاشياء المختلفة فالحمد لله انه الجمهور اللي تابعني او الفانز they love these ups and downs وحابين ال unexpected moves اللي تصير معايا حابين they love it كلهم ناطرين يلا what's next show us بلقيس يرى حالة خاصة جدا <applause> and thank you so much for being you ويا رب ان شاء الله ما تتغيري شو ما صار لا مستحيل آه لانه هذه هي نقاط قوتك انا بعتبرها ألف مبروك على الإنتاج الجديد شكرا no. ألف مبروك على هيدا البريز البريث أوف إير اللي أعطيتينا إياها خصوصاً <applause> إحنا محتاجينه في هذا الفترة كثير 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 عن جد الله يبارك فيك ثانك يو بلال يو مين lot to me, يو ار دير فريند ثانك يو سو ماتش وي هاف تو هاف كوفي افتر ذس Definitely إي خلص وما تخافوا علقمنا كل شيء وكل شيء مظبطته افي بلاست حبيبي ثانك يو سو ماتش